فتحت أرضي براعيها لكم فادخلوها بسلام. أهلاً وسهلاً طيبكم منا ومنا طيبكم فاطلقوا كل الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي كي اس اي سبورت في كل مكان، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من استوديو آسيا اللي يواكب مجريات بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا في دولة الإمارات الشقيقة. اليوم حلقتنا بنغطي فيها أكثر من ملف، الملفات المهمة عندنا خاصة البطولة التي ستقام غدا في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة وعلى ملعب الجوهرة في نهائي كأس السوبر الإيطالي في نسخته 31 في جدة بين اليوفنتوس وميلان. هذا الحدث المهم سيكون له نصيب بمشيئة الله عندنا على هذه الطاولة، لكن في البداية اسمحوا لي رحب بضيوفي اللي بيرافقوني خلال الساعة ونصف القادمة بمشيئة الله. أبدأ بالدكتور عبد العزيز الخالد، المدرب الوطني العالمي اللي عنده كؤوس عالم ما شاء الله من كثرها هي أربعة حتى أربعة. حياك الله يا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير للجميع، وسعيد جدا مع كذلك القامات الجميلة جدا في كرة القدم السعودية. يا أهلا وسهلا. أيضا معنا كابتن صالح الداود نجم المنتخب ونادي الشباب والنصر سابقا، حياك الله. حياك الله سلطان، حيا الله مشاهدي الكرام والزملاء، إن شاء الله تكون حلقة كذا حماسية إن شاء الله قبل السوبر بإذن الله. وأيضا معي كابتن فؤاد أنور قائد الأخضر السعودي ونادي النصر ونادي الشباب في فترة سابقة. فؤاد الأخضر حياك الله. يا هلا أخوي سلطان، أمسي عليكم ومسي على الأخوان المشاهدين، وأنا سعيد اليوم أيضا مع زملائي وإخواني، وإن شاء الله أنه وياهم نقدم حلقة تليق بالمشاهد إن شاء الله. وأيضا معنا عبد الوهاب الوهيب الإعلامي الرياضي، حياك الله عبد الوهاب. مساء الخير عليكم، مساء الخير على جميع المشاهدين وعلى الزملاء الأفاضل والكباتن اللي تشرفنا بهم اليوم، حياكم الله جميعا. غدا السوبر الإيطالي في جدة، فض اشتباك ما بين ميلان ويوفنتوس، كل منهما في رصيده 7 بطولات. مباراة السوبر الإيطالي، ما هي تفاصيل هذه المواجهة وكيف وصل الفريقين لهذه البطولة وتحديدا في جدة في هذا التقرير؟ كأس السوبر الإيطالي 2018 هي النسخة 31 من الكأس، والتي ستقام غدا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة، والذي سيكون طرفها اليوفي والميلان. يوفنتوس وصل للكأس بتحقيقه بطولة الدوري الإيطالي العام الماضي، ولكونه حقق بطولة كأس إيطاليا أيضا تم اختيار وضيف الكأس ميلان ليكون الطرف الثاني في هذه المباراة. سيكون هذا اللقاء الثالث بين الفريقين في كأس السوبر الإيطالي، وكلا الفريقين يحملان الرقم القياسي في البطولة ب7 ألقاب. المملكة العربية السعودية ستصبح الدولة السادسة التي تستضيف هذه البطولة، حيث تحظى هذه المباراة باهتمام عالمي وجماهيري كبير، وهي إحدى الخطوات المستمرة للمملكة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لاستضافة كبرى المسابقات الرياضية العالمية. دكتور عبد العزيز، السوبر غدا هو امتداد للحراك الرياضي اللي حدث في السعودية خلال السنوات الماضية، اليوم ما هو انعكاس هذه البطولة على الرياضة السعودية بشكل عام وعلى كرة القدم بشكل خاص؟
شوف، الجميع يتفق ان في حراك غير طبيعي بكل صراحة للرياضة السعودية. هذا الحراك ليس يعني فقط محلي، رغم التميز المحلي الآن سواء في الدوري أو في التنشيط في المباريات أو غيرها أو حتى على مستوى الحكام الأجنبي وغيرها، لكن بكل صراحة عندما تستضيف الكثير من البطولات والكثير من الفعاليات ومثل هذا السوبر وغيرها من المباريات، فهذا تأكيد على دور المملكة الريادي في الرياضة. الرياضة السعودية لم تكن يعني حديثة، حتى سابقا المملكة استضافت بطولة القارات واستحدثت بطولة القارات وبدأت فيها. المملكة تستطيع أن تستضيف الكثير من الفعاليات الرياضية وفيها جوانب ترى بالمناسبة ليست فقط يعني اسم الرياضة فقط. المملكة ترى ريادية في أكثر من مجال، في المجال الاقتصادي، السياسي، الديني، ووجود الحرمين واستضافة الملايين من البشر في كل سنة سواء في أيام الحج والعمرة ورمضان أو حتى في أيام السنة الأخرى. يعني المملكة تستطيع أن تستضيف، تستطيع في كوادر وطنية قادرة أن تقوم بهذا الدور سواء في 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 الاستضافة أو غيرها من الأعمال الأخرى المرافقة. وبالتالي هذا الحراك مهم جدا للرياضة السعودية بشكل عام. بالتأكيد أن هذا يعني توجيه من 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 القيادة، توجيه من صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان أن يكون هناك حراك للرياضة مختلف، لأننا نحتاج إلى هالحراك من أجل الشاب السعودي. الشاب السعودي يستطيع أن يجد فرصة عمل، يستطيع أن يتفاعل مع هذه الأنشطة. في الجانب الفني في مجال كرة القدم مثل هذه المباراة لا شك انعكاسها كبير جدا على اللاعب السعودي، على الجمهور. الجمهور السعودي محب لكرة القدم وعاشق ويحضر وحتى يحلل المباريات. تشاهد كثير من مباريات الجمهور السعودي حضر مثل مباراة الأرجنتين والبرازيل، في تفاعل حتى من قبل الجمهور لهذه المباريات. أنا أقول مثل هذه الاستضافة لا شك أنها إضافة للمملكة العربية السعودية، إضافة للشاب السعودي المتابع. الشاب السعودي يحب كرة القدم ويعشق متابعتها والحضور في المباريات والتفاعل حتى من خلال قنوات التواصل وغيرها. الإعلام ينشط من خلال هذه المباريات ومن خلال هذه الفعاليات، وبالتأكيد أنه مردود كبير جدا والفائدة سوف تكون يعني بمشيئة الله حتى في القادم الأيام تنعكس إيجابا على المملكة العربية السعودية بشكل عام. جميل. أقل من 24 ساعة إن شاء الله والمباراة تنطلق في جدة، فبذلك نتحول مباشرة لمراسلنا في جدة عبد الباري الحسياني وآخر المستجدات في معسكر نادي يوفنتوس الإيطالي. عبد الباري، ما هو الجديد لديك وكيف الأجواء قبل السوبر الإيطالي؟ شكرا لك زميلي سلطان ولضيوفك الكرام في الاستديو. أنا الآن أتواجد في مقر إقامة نادي إس ميلان في جدة الذي سيخوض مباراة الكأس غدا، هذه المباراة المنتظرة بالنسبة لعشاق نادي إس ميلان ويوفنتوس. الأجواء قبل هذا الكأس أجواء ساخنة، أيضا التعليقات اللي بين المشجعين في روابط نادي إس ميلان ويوفنتوس أيضا كانت يعني أشياء كثيرة صارت على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في تويتر أو حتى يعني انعكست هنا على مقر إقامة اللاعبين. اللاعبين اليوم وصلوا تقريبا على الساعة 9 إلى مقر إقامتهم هنا في الفندق، وأيضا ننتظر وصول مدرب الفريق الذي كان في مؤتمره الصحفي في ملعب الجوهرة للحديث عن مجريات المباراة، هذا النهائي المنتظر بالنسبة لكلا الفريقين. وللمعلومية هذا النهائي الذي يلعب لأول مرة في المملكة العربية السعودية والمرة العاشرة خارج إيطاليا، يعني يعتبر كتسويق للكرة الإيطالية. للحديث أكثر مع المشجعين ينضم إلينا خالد الثبيتي وهو أحد أعضاء رابطة مشجعي نادي إس ميلان. أهلا وسهلا بك ضيفا على قنوات كي إس إي سبورت. نتحدث عن هذه المباراة وانطباعها بالنسبة لك كمشجع وانت في جدة والنهائي في جدة. والله هذا شيء كبير، نشكر هيئة الرياضة الفرصة هذه، بدل ما كنا نسافر إلى الخارج إلى إيطاليا الآن النهائي في جدة، ووفروا لنا فرصة كبيرة لمشاهدة هذه المباراة ومشاهدة النجوم المفضلين لدينا. جميل. نتحدث عن هذا النهائي، نادي إس ميلان في رصيدي 7 ويوفنتوس في رصيدي 7، الثامنة لمن؟ في الحقيقة على الورق هي لليوفي، لكن هذه كرة القدم، ما ندري ممكن في الملعب يتغير كل شيء، وأتمناها لميلان. جميل. خالد، أبي أتحدث أكثر عن موضوع الروابط.
كيف طريقتكم انتم في السعوديه؟ كيف تواصلكم؟ عندكم جروبات؟ كيف التنظيم اذا واحد يبي ينضم لهذه المجموعات حتى انه يتابع هذه المباراه بشغف اكبر لو انه تابع الحاله لهالمباراه؟ اول شيء هذه الرابطه رسميه من النادي نفسه. اللي حاب ينضم للرابطه يكلم الرئيس عن طريق تويتر، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، يدفع مبلغ رسمي رمزي ثم ينضم الى الرابطه. نتحدث عن وصول مدرب نادي اس ميلان بعد انتهاء من المؤتمر الصحفي. طبعا مثل ما انتم شايفين وصول مدرب نادي اس ميلان، وهو يلتقط ايضا صور تذكاريه مع مشجعين النادي، وما شاء الله تبارك الله يعني تواجد عدد كبير من المشجعين من الساعه 9 من وصول اللاعبين وحتى الان وهم يتابعون نجوم هذا النادي وأبطال هذا النادي. أيضا نتحدث في الجانب الآخر مع أحمد فريد. أحمد فريد وهو أحد أعضاء رابطة مشجعي نادي اس ميلان في مملكة البحرين الشقيقة. أهلا وسهلا فيك ضيفا علينا، أنتم أصحاب دار، ونقول لكم الحمد لله على السلامة. وكيف شايف الأجواء اللي تسبق هذا النهائي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أجواء طيبة، يعني الكلام ما يعبر قديش احنا مبسوطين من اللي قاعد يصير واللي قاعدين يسوونه. الصراحة كدولة حلوة طيبة، شعب طيب، اتوقع منكم يعني شيء طيب طيب كبير ان شاء الله. اتكلم عن اجواء المباراة، كيف شايف تفاعل الجماهير وخصوصا انتم كرابطة وتواصلكم؟ يعني ما شاء الله شايف مشجعين من عمان، مشجعين من الكويت، من السعودية في الرياض وجدة هنا، كيف تواصلكم وكيف شايف التفاعل؟ والله يعني احنا بديناها كرابطة بحرينية بسيطة صغيرة، اسسناها هنا، تعرفنا على الجماعة في مباراة السوبر في قطر من عمان من الكويت، واسسنا جروب في الواتساب نتواصل فيه احنا رؤساء الروابط، ونتنسق في كل الفعاليات اللي موجوده في الخليج اكثرا يعني اغلبيه، ويعني في تواصل الحمد لله طيب. يعني في رصيد اس ميلان 7 وفي رصيد يوفنتوس 7، الثامنه لمن بناء على ايش؟ هي ميلانيه بناء على القلب، يعني في القلب هي الميلان، ولكن على الورق اليوفي اقوى. ان شاء الله الله يوفقنا الحظ ونفوز على اليوفي نفس ما صار في القطر، يعني شيء ما كان متوقع، والحمد لله يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اتمنى لكم مشاهده ممتعه هنا في جده. مشكور حبيبي، ما قصرت والله. اذا كان هذا حديث احمد فريد وهو رئيس رابطه مشجعي نادي اس ميلان في مملكه البحرين الشقيقه. مثل ما انتم شايفين يعني هذا الشغف للمتابعين انهم جايين وضاربين يعني الاف الكيلومترات سواء من الخليج او حتى من خارج الخليج لمتابعه هذا النهائي الكبير الذي سيقام غدا في الجوهره المشعه. إن شاء الله بإذن الله يكون النهائي على قدر التطلعات من كلا الفريقين. عودة من جديد إليك زميلي سلطان ولضيوفك الكرام في الاستديو. شكرا لك عبد الباري. الحضور الجماهيري كابتن فؤاد، هل هذا يعطينا انطباع أن هذا الجماهير عندهم انتماء لهذه الأندية الأوروبية مثل يوفنتوس وميلان، أو فقط حضورهم مجرد المتعة؟ والله شوف، انا بقول لك في كثير منهم للمتعه، وفي كثير ايضا منهم مسجلين حتى في روابط في اليوفي، يعني يوفي ميلان مثل ما شفنا اليوفي وميلان، بس الاغلبيه في المنطقه اليوفي، خاصه الجيل اللي الجيل العشر سنه 15 سنه عاش على يعني نبرة التعصب هذه لا واضحه، بس انا بشوف اخرتها وش قول. لا هذا واقع، يعني العشر سنوات او 15 سنه الاخيره اليوفي يعني جالس يحقق، يعني هذا الدوري لو هذا الدوري السنه حيكون السابع التوالي تقريبا او السادس التوالي. ففي روابط في الكويت وفي روابط ايضا في البحرين وفي الخليج بشكل عام. صحيح. بشكل عام بس ميلان برضه عنده ارث كبير في الخليج على التاريخ اللي كان عنده وعلى الاسم وعلى اللاعبين حتى اللي لعبوا معهم في السنوات الاخيره، يعني كانت عندهم اسماء كبيره، رونالدو، رونالدينيو، زلاتان ابراهيموفيتش، كانت اسماء ما اختلفنا احنا يعني الجيل هذا لحق عليه اكيد. احنا كنا نشجع اليوفي بس كنا نستمتع بميلان لما يلعب على ايام ريكارد وعلى ايام خوليت وعلى ايام فان باستن وجورج ويا، يعني كان 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 منتخب متكامل. ولكن هذه حال كرة القدم، الفريقين كلهم لهم تاريخ ولهم تاريخ عريق جدا،
لكن انا اتكلم في المنطقه الان التشجيع. انا بقول لك يمكن اللي يشجعون ميلان الحين اعمارهم تقريبا فوق ال 50 او على 55، مو مسافر من الرياض لجدة عشان يحضر. هذا اسقاط يا دكتور. لا اتكلم مخضرمين. انا قلت صالح يسلم. بقول لك يعني في ناس يعني مو تارك عمله وطاق مشوار يروح، لكن الشاب عنده شغف انه يحضر. اللي قاعدين نشوفهم تو في الشاشه شباب، مو هم شيبان وجايين للميل. اي انا اقول لك الشباب عندهم شغف انهم يروحون ويحضرون قلت لك ال 15 سنه الاخيره هذه اليوفي بالنسبه في منطقه الخليج كوش على كثير من 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 الشباب. احنا يهمنا حقيقه هذه المناسبه، والمناسبات كانت كثيره حقيقه في تولي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه، وايضا سمو سيدي ولي العهد. وسمو سيدي ولي العهد كان ايضا رؤيه 2030 اشرك الرياضه فيها بشكل كبير، وشفنا البطولات اللي اقيمت في المملكه، بطولات كبيره. اليوم يجيك الفريقين من اعرف الفرق، هو برضو يبغى يقدم المملكه رياضيا انها ليس قليله، وما قدمته المملكه في الرياضه ليس قليل. اللاعبين هذول اللي جوك لما يجون يسالون عن رياضتك ويشوفون منشاتك، فهم عندهم متابعين يمكن اكثر متابعينهم يمكن اكثر من رئيس الدوله عندهم، فينشر عندك حقيقه الثقافه اللي حقيقه موجوده عندنا ثقافتنا الخاصه فينا، واللي هم ايضا يحبون يتطلعون اليها. وعندنا ايضا الحضاره الجديده في المملكه العربيه السعوديه، وهذا فخر حقيقه لما نشوف كريستيانو رونالدو لابس العقال والغترة، نشوف ديبالا، نشوف الأشياء هذه حقيقة تفرحنا، وهذا إرث موجود للمملكة أو للخليج. فالأشياء هذه تعطي حتى بيني وبينك الشعب السعودي لما يلتقي حقيقة بهذا اللاعبين ويتكلم عنهم، وأيضا يناقشونهم في مباريات، يناقشون أيضا في نهائي، يناقشونهم ذا، يعرفون أن المملكة العربية السعودية عندهم ثقافة رياضية كبيرة، مش المملكة مش منعزلة عن العالم. والأشياء هذه أنا في وجهة نظري هي تدعم حقيقة ما تعمله حقيقة دولتنا وأيضا حكومتنا. جميل. وإن شاء الله بإذن الله لن تكون الأخيرة. أيضا على مستوى نطاق مثلا الآن السفير الإيطالي ممكن يحضر في 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 هذه الظاهرة، ممكن يستدعي كذا سفير أيضا معه، والسفير هذا ممكن ينقل ايضا لانجلترا، ينقل دول ثانيه. ليش ان ما برضه يكون لنا دور، يكون لنا حظوه انه يكون مثلا بطوله سوبر مستقبلا تكون برضه في المملكه. صحيح. عمليه حراك وعمليه حقيقه جميله، ومن المطار لما شفناهم ونزلوا بالطياره وكذا وكذا واشياء كثيره، نفخر حقيقه ان عندنا اليوم اعرق فريقين بيلعبون في استاد لا يقل عن الملاعب اللي موجوده في 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 اوروبا. صحيح. كابتن فؤاد فتح نقطه مهمه كابتن صالح، اللي هي مساله الحضاره والتاريخ والارث. مثل هذه المباريات هو حدث كبير لا شك في هذا الامر، كيف ممكن احنا نستفيد منه في المعايير الاخرى، ليس فقط انتماء او متعه، نستفيد منه من حيث تصدير ثقافه السعوديه المتنوعه سواء رياضيه او اخرى، وايضا استقطاب ثقافه رياضيه من انديه عريقه من هذا. شوف، قبل ما تتكلم على الإرث والثقافة، أنت تتكلم على الرسائل اللي أنت تبغى توصلها للخارج. صحيح. سلطان، احنا نعيش في صراحة في وقت المملكة العربية السعودية تتعرض إلى محاولة تشويه، وللأسف هذه المواضيع كيف أنت برضو تعمل لها اللي هي الهجمة المرتدة. صراحة أنك تعمل زي المناسبة الرياضية. المناسبة الرياضية هذه الآن حتنقل صورة لك شعب سعودي مضياف، شاب سعودي مثقف كرويا، شاب سعودي يشرف على يعني على تنظيم مسابقة كبيرة جدا زي السوبر الإيطالي، شاب شغوف للنجوم ويعرف نجوم ويعرف تاريخ النجوم. شفنا اليوم حديث الشباب اللي يتكلمون من رابطة ميلان، كيف يعني تواصلهم وكيف عاملين لهم زي الجروبات، كيف تقدرهم الأندية هذه. برضو هذه رسائل برضو صارت مهمة جدا. أنا أتكلم برضو على المنشآت، منشأة زي هذه اليوم يلعب فيها نجوم العالم، وسبق ولعب فيها البرازيلي المنتخب البرازيل والأرجنتين، شفنا التفاعل. الآن سلطان لو تدخل على حسابات اللعيبة تشوف تغريدات لهم حتى في سناباتهم،
يصور لك منظر في السعوديه وكيف لابس اليوم زي السعودي. ديبالا اليوم يقول انا اتشرف اني اجي للمملكه العربيه السعوديه في عام مرتين، الجمهور يحبني يقول. فهذه رسائل اعتقد انها وصلت، بالاضافه انك تتكلم على استغلال برضو المناسبه زي هذه بين اللاعبين يزورون مناطق عندنا زي فرضا الان جده القديمه. الان بامكانهم ينظمون لهم رحله زي ما صار في الرياض. صحيح. ودوهم الى قصر مسمك. نعم. شافوا بعض الثقافه، شافوا بعض تاريخ شارع قابل هناك وياكلونهم البليله والمعصوب. والمعصوب بعد اي والله معصوب. فلذلك نقول هذه تاخذهم شوي جنوب هناك. نعم. وجهه ثول ولا وين السمك بعد؟ لا السمك ثولي، خلوا رونالدو يتغذى بعد سمك. فنقول سلطان انه الحمد لله يعني صح نتاخرنا كمملكه العربيه السعوديه، كمملكه العربيه السعوديه تاخرنا كثير في استضافه مسابقات كبرى. انت تتكلم على ماراثون، تتكلم على بطوله الشطرنج، تتكلم على بطوله مصارعه ملاكمه. نعم. احنا تاخرنا ولكن الاهم وصلنا، وصلنا بقوه. يوم اجي يا سلطان يوم من الايام وانا ابن مدينه الدرعيه او محافظه الدرعيه وانا امشي في هذا الشارع، كل يوم امشي في هذا الشارع، فجاه هذا الشارع شافوه الكثير في العالم. يوم نظم عليه مسابقه الفورمولا اي، يوم تمشي عليه ما كان كذا، ما كان كذا تدلع الشارع. بس اقصد يا فؤاد الشارع هذا اللي يعني مين كان يتخيل يوم من الايام بتقام عليه بطوله عالميه كبرى. واختيار ترى اختيار المنطقه بالذات لها هدف. لها هدف. نعم اكيد لها هدف. فهذه من ضمن المباريات، هذه من ضمن عشان ما اطول، من ضمن سلسله كبيره جدا من الاحداث. احنا مقبلين وانا متفائل باهتمام القيادة السعودية، باهتمام الهيئة الرياضة في السابق كان برئاسة معالي المستشار تركي الشيخ في الترفيه. ستدخل الرياضة في الترفيه وتذكر المناسبات القادمة ستكون كبيرة جدا. طيب مدرب اليوفي إليغري ماذا قال عن مواجهة الغد في السوبر اليوم العصر؟ كان لها هذا الحديث. تشكر لترحيبكم. طبعا رأيت قليل في هذا البلد، ولكن يمكن نقول أن مدينة جدا مدينة جدا جميلة، ونتطلع مباراة حماسية بالغد. ولكن طبعا كمباراة سوبر كوبا إيطاليانا حتكون جدا جدا حماسية، وكرة القدم طبعا هنا في نمو. الجماهير هنا جدا جدا يعني مرحبة، وأنا صراحة أتشكر منهم هذا الشيء. ودوغلاس كوستا لن يغادر يوفنتوس، سوف يبقى في اليوفنتوس في مدينة تورينو، في مدينة تورينو في الثلوج وفي البرد أكثر. ففي السعودية هنا طبعا هذا شيء مصدر دفء للفريق، يعني أنه حيلعبوا بشكل بريحي أكثر. تعالوا غدا في الملعب وادعموا الفريق. وحس كتير بالحب بتاع الناس لفريق يوفنتوس، وأول يعني شعور عنده شعور جد مهم وجد جيد في تعامل الناس مع الفريق. هو شاف الناس في الايربورت وفي الهوتيل يستنوه لما وصلوا، وشاف كثير الناس في السوشيال يكتبوا كل حاجه، فهذا شيء جميل جدا وهو يحبه كثير. يعني فريق الميلان فريق قوي جدا، لكن اهم حاجه ان يوفنتوس هي كمان تحب تاخذ الكاس، واول حاجه واهم حاجه عند يوفنتوس هي انها تربح، فحيعملوا كل ما ممكن. sicuramente ويقول أن حتى لو عندنا 9 نقاط أكثر من الآخرين، لكن الدوري طويل جدا، المهم الآن أننا ننتصر أكثر ونحاول نبتعد عن الثاني عشان نأخذ الكأس. فمش سهل، بس حنحاول كل ما ممكن أننا نشتغل ونستعمل يعني نربح. عبد الوهاب، انت إليغري مره معجب فيك كمدرب حكم البطولات اللي ضيعها على اليوفي في السنوات الاخيره. اليوفي إليغري كنت اقول تحت الهواء مشكله اليوفي إليغري، يعني لو إليغري مو موجود كان غير الدوري حق جاب تشامبيونز ليج. عموما قدام من معليش؟ قدام ريال مدريد، لانه لا غير طريقه اللعب في اخر مباراه فقط في النهائي. قدام ريال مدريد وقدام من مدربه؟ زيدان.
نتهاوش انا وانت بعد شوي. طيب لا زيدان يستحق. أيوة. ما فيها شك. ايوه انا اقول عموما شباب وما شاء الله الله عطوا المباراة حقها من جميع النواحي، باقي ناحية واحدة اللي تخصني وتهمني اللي هي الناحية الإعلامية. لما يجيني منشيت زي المنشيت هذا في أحد أكبر الصحف الإيطالية تتحدث عن ملعبنا ملعب الملك عبد الله وحضور 50,000 متفرج وكل وتعطي صفحة كاملة للسعودية وعن وجماهير السعودية، أنا عندي إنه حققنا رسالة من خلال المباراة هذه. صحيح. ولذلك مثل هالفعاليات والمناسبات اللي تحدث في السعودية فورم الملاكمة المصارعة الناس هنا ما تعودوا عليها ويعتقدون أنها نوع من البذخ، لكن هي في النهاية تحول أنظار العالم ومحبين الألعاب هذه جهة المكان المنظم لها، بالتالي يكون محط أنظار العالم السعودية. السعودية لم تكن في يوم من الأيام صغيرة، السعودية كبيرة برجالها بمقوماتها بما تفعله ما تقدمه للجميع، لكن الإعلام بعيد عنها. مثل الفعاليات تجذب الإعلام، اليوم مثل ما تفضل الكابتن فؤاد كان يتكلم يقول احنا ما احنا منغلقين على الناس. اليوم مالديني قال الكلمة هذه بالضبط في المؤتمر الصحفي. مالديني كان مع أليجري في المؤتمر الصحفي، قال سعيدين اننا نجي للسعودية ونشوف هذا، منبهر باللي شافها في جدة، المباني نوعية المباني والتطور الكبير يعني. والحضارة اللي كان يعتقد انها بلد مختلف بسبب انه الاعلام ما وصل له. وقال لا ترى ما هي غريبة، ما هي غريبة جدة على الميلان بالذات، لان ميلان كان موجود في 2003 في مالديني مالديني في اليوفي. اليوفي جاء مرتين على الريال. اللي بوصله قال سعيدين ان السعوديين خرجوا من الدائرة المغلقة اللي كانوا فيها. ما كنا في دائرة. نعم بالعكس. ما كانوا يدرون. أنا أقول أنا جهة الإعلام معك عبد الوهاب. دقيقة بس. جهة الإعلام. الإعلام مقصر. بوليد. بوليد. أصبر شوي. أكمل. ما كنا منغلقين. أكمل تابع. يقول حديث الرجل. أنا أتكلم هذا قال مالديني ما قال عبد الوهاب. أنا ضد الكلام هذا إنه إحنا ما إحنا منغلقين، بس هو ما وصلت له الفكرة. نعم ما وصلت. هو ما وصلت. الآن جاء وشاف ونقل للعالم. أحسن. كثير عندهم في إيطاليا يحملون فكر مالديني إنه الدولة منغلقة على نفسها غير متطورة، لكن الآن انتقلت الفكرة وهذا الهدف من المنافسات. عبد الوهاب. تنظيم الفعاليات. أخذ الكلام من عندك لأنها جزئية مهمة عشان ما أنساها. الإعلام هو السر. للأسف لا زال إعلامنا أقل من المطلوب، أقولها بحرقة. ممتاز. إعلامنا يستطيع أن يوصل المملكة العربية السعودية مملكة الإنسانية، عندنا الكثير من الجهود الجوانب الإنسانية والدعم، لكن للأسف الإعلام ما يوصل كل ما تقدم المملكة للعالم. دكتور أنا يمكن في هذه الجزئية أستوقفك إذا سمحتني. شوف قد يكون هناك قصور من بعض الإعلاميين، لكن هناك إعلاميين يعملون على مثل هذا الأمر ويصدرون هذه الثقافة سواء الرياضية اقتصادية سياسية، لكن المشكلة في الاهتمام والتشجيع من بعض الجماهير. ما يهتم ترى إلا إذا جبت لطاري الهلال، جزئية مهمة جدا، جبت لطاري النصر، جبت لطاري الاتحاد، الأندية الجماهيرية، لكن إذا أنت تكلمت عن أمور تثقيفية أو رياضية صحيح. ما ينال الدعم المطلوب. الإعلام السعودي بلغته حتى باللغة الإنجليزية ما يقدر يوصل يجبر الإعلام الإيطالي يتكلم عنه، لكن مثل هالفعالية تجبر الإعلام الإيطالي إنه يتكلم عن السعودية ويجي يشوف الواقع الحقيقي للسعودية ومدى تطورها ومدى الحضارة اللي وصلت لها، مدى العقول اللي وصلوا لها الشباب السعودي. أنا أقصد إنه هالفعاليات هي اللي تنقل الصورة الصحيحة عن المملكة العربية السعودية. طيب عندما تحدث عن الإعلام ودوره في تقديم هذا البلد العظيم للعالم، لازلت أنا أقول في قصور من الإعلام. خذ على سبيل المثال في الدراما، الدراما السعودية المسلسلات، يأخذ 5% سلبيات ويكبرها ويوري العالم إن عندنا أغبياء وإن ما عندنا شيء ولا عندنا حضارة، و95% الإيجابيات للأسف تمحى. يعني المملكة عندما تقدم خدمات لملايين البشر اللي يأتون الحرمين الشريفين، المملكة نمسح تحت أرجل الحجاج وننظف المكان، ومع ذلك الإعلام أو الدراما خلنا نقول أنا أخذتها بالذات لا تقدم هذا المنجز العظيم للمملكة العربية السعودية. وأقولها لك بحرقة، عندما أنا قبل فترة كنت في منتدى أو مؤتمر الإنجاز منجزين العرب، في كثير من الأخوان العرب للأسف عندهم فكرة مغلوطة عن المملكة. المملكة تقدم خدمات خيالية في الجانب الإنساني، في الجانب الديني اللي هو الحرمين، الديار المقدسة،
ومع ذلك قاعدين احنا في اعلامنا نقدم الاشياء البسيطه. هي موجوده للاسف هي موجوده منها. موجوده لكن الاهتمام اقل. انا اقول لك نستطيع البلد عظيم قادرين نعمل على هذا الامر عظيم. لكن قد يكون بلد الاهتمام عظيم بلد, من الناس بلد عظيم بلد ريادي صحيح. بلد متقدم عن كل يعني في كل دول كثيره المملكه افضل لكن للاسف الاعلام يقصر في هذا الجانب. انا اقولها بكل صراحه واقولها طيب. بمحبه لان اتمنى ان اعلامنا يرتقي ونصل الى تقديم كل ما يقدم هذا البلد العظيم للعالم بكل صراحة. أنا بقول نقطة بس. أنا تفضل عشان بجيك في جزئية. قول. أول شيء الرياضة هي تنقلك نقلة كبيرة حقيقة وخاصة كرة القدم. الأحداث اللي صارت عندنا كلها راحت للدول الكبيرة والدول زي. ويمكن من أسرع الطرق لتقارب الشعوب الرياضة. أي نعم. لكن كرة القدم إذا كأس العالم في قيام كأس العالم الكرة الأرضية فيها 7 مليار إحصائية من موجود ومن اللي يتفرج 4 مليار على كرة قدم 4 مليار. فلذلك أنا أستشهد بكلمة وعيدها كل ما جت في 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 فتح هذا الموضوع وعيد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمة الله عليه رجل يتحدث مع الرياضيين ويتحدث مع أبنائه يقول لو صرفنا مئات الملايين من الدولارات أو من الريالات لن نحقق دعاية للمملكة زي ما حققتوها أنتم في أمريكا. صحيح. معناتها كرة القدم هذه صحيح. فهمت هي أقرب وسيلة أن توري العالم أنت وش عندك، أنت وش تملك من ملاعب، وش تملك من بنية تحتية، إيش تملك إيش تملك. مهما أنا بقول لك راح الإعلام وتكلم الإعلام وطلع الإعلام حتى لو طلع برا مش الكل حيفهم اعلامك وش يبغى بالضبط او يتقبل او يتقبل او ان هذا. لكن لما تيجي في عالم من خلال الرياضه من خلال الرياضه إيه؟ من خلال الرياضه إيه؟ انا اقول يعني لك اقول لك تاكيد كلامك فؤاد الان من خلال الرياضه اليوم مثل مباراه بكره ايش المانع في جزء من نقل المباراه يجي عن توسعه الحرمين مشهد كذا طياره تطلع وتمر يعني في التصوير اكيد موجود وتمر توري تقول هذه الناس ما دام تتابعنا اليوم في الرياضه لازم نقدم المملكه العربيه السعوديه. هي قد تكون مصاحبه وليس من الضروري ان تكون داخله لا 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 انا اقصد القنوات الناقله يعني ليش ما يكون في مثلا ندوات؟ ليش ما يصير في تصوير؟ ليش ما يصير في فعاليات مصاحبه فعاليات مرافقه تقول هذه المملكه العربيه السعوديه موجود في القريه الايطاليه وفي ايضا فعاليات ثانيه مصاحبه لل بلد عظيم مقوماتها قويه تستطيع ان تصل للعالم. انا اشوف اثنين انا اشوف ال 40 لاعب اللي موجودين فهمت؟ أنا في وجهة نظري الأربعين لاعب اللي موجودين الآن من ميلان 30 أو 30 أو 20 و20 سينقلون عن المملكة أفضل من أي يا إعلام. يا جميل. حسن استقبال كذا. هذا. هل هذا الشيء ممكن؟ هذا. هذا ينقلك في ثواني. هذا ينقلك. هذا ينقلك في ثواني. زين نمرن وليس من الإعلام السعودي صحيح. إنما منهم هم صحيح ممتاز منهم هم وهذه الآن هذا مو معناته نقول الإعلام مش مقصر ولا لا, لا لا لازم يقوم بدوره. بس أنا أقول الأربعين أو خمسين اللي جايين الضيوف هم نقلوا عن المملكة اللي يمكن ما تقدر تنقلها وهذا أيضا اللي نشاهده على الشاشة الآن لقطات من تدريبات نادي اليوفي على ملعب النادي الأهلي في جدة. خلنا بتكلم معك صالح على موضوع الإعلام ونقل الثقافة الرياضية السعودية إلى الغرب أو إلى أوروبا. هل هذا الشيء ممكن بما أن احنا فترة انتقالات ممكن يساهم في قبول لاعبين كبار عروض من أندية سعودية الآن؟ السلام. شوف يعني بعض اللعيبه تعرف اول كانت عندهم مشكله في مساله المعيشه بعض اللعيبه طب عندهم فكره او سمعه عنك ما هي جيده زين ولكن في ارض الواقع جاء لاعب شاف ملاعب وشاف ملاعب سمع ان الدوري عندك اكيد في احد الان قاعد احد يعطيهم معلومات الدوري يتكون من 8 لعيبه جانب هذه برضو شيء جيد بالنسبة لك إنه يعرف إنه هناك ناس تشتغل على دوري محترف مستوى فني عالي من المدربين من اللاعب الموجودين بيقولوا له اللاعب الفلاني اللاعب الفلاني هذه من ضمن الحوافز ملاعبهم بالإضافة إلى المال بالإضافة إلى المال والحمد لله إحنا شفنا كيف الدعم الكبير جدا في إنك تجيب أسماء لعبت في كأس العالم صحيح ترى هذه برضو من الأشياء اللي كانت تسويقية لسمعتك أنت يعني المملكة تتعرض إلى شو أقول لك حملة مسعورة بصراحة بشكل كبير جدا إنهم يشوفون سمعتك أنت يا السعودي أنت قاعد الآن تبغى تقفز قفزات هم يبغون
يعطون ولا يستطيعون بإذن الواحد الأحد. فلذلك احنا قاعدين نسير في الطريق الصحيح، بنواجه بعض المعوقات، بيكون عندنا بعض الجوانب اللي مو تقصير ولكن ممكن عدم خبرة أو بنتلافها مستقبلا. رياضتنا تسير في الطريق الصحيح، يعني الآن نشوف إنجازات على المستوى الغالبية من الألعاب، ألعاب مختلفة كانت غايبة في فترة من فترات، الآن نشوف اللاعب يكرم، اللاعب يقدر، نشوف المنتخبات تستقبل في عناية كبيرة جدا. فلذلك اللاعب هذا اللي بيجي أكيد السلطان فيه السمعة اللي بياخذها، الأخبار اللي بياخذها، ما ينقل له بالإضافة عن طريق وكلاء أو عن طريق مدربين يجون هنا، أكيد بلا شك أنه بتعطيه دافعية أنه يجي. خلنا أجيك في مثال حي، جوميز اللي فاوض الهلال اللي يلعب في أتلانتا الإيطالي، بعد السوبر لو كان متردد ممكن يقرر أنه يجي؟ ممكن إذا شاف الجماهيرية والملعب، وقلت لك جاء إذا اتفقوا طبعا على الأمور المالية، بس في باله مسألة معيشة وش الوضع هناك، صورة ذهنية، هل هذا السوبر ممكن يساعده؟ هذا اللي كان أول يواجهها الأندية السعودية، تواجه مشكلة التعاقد مع اللاعبين، البلد مغلق، المرأة لا تقود، يبغون إيش؟ يقول لك بلد ممكن عائلتي ما تعيش فيها. فلذلك لو كان العرض مغري بعضهم صراحة يقول لك لا، أنا أهم شيء عندي أسرتي. فلذلك الآن كثرة اللاعب الأجانب ينقلون عنك أنه لا، السعودية بلد مضياف، بلد مرحب بضيوفه، الجمهور شغوف حتى من الاستقبال يبين. تعرف يا سلطان في عشان كذا البرازيليين الأسماء الكبيرة البرازيلية الآن اللي موجودة مثلا جوليانو في النصر، مسألة التعاقد معه صارت سهلة لأن إلتون عنده ممكن ينشده، عنده نيفيز أول كان يلعب في ليفالينو اللي عاش الثمانينات، سلطان أصبح كل شيء بجوالك أنت، كلام ليفالينو في الهلال ثمانيناتي بالان اصبح انتم يتكلم عن السعوديه ويمكن اتمنى اعيش في السعوديه، اصبح اللاعب الان يدخل في المواقع ويشوف يشوف كل شيء عن البلد. انا اقول تدري وش محتاجين بعد رياضتنا غير اللاعبين المحترفين اللي نجيبهم والحكام لا تنسى، لا احنا محتاجين ولا بد نعمل حقيقه على هذا الموضوع ان نصبر لاعبين صحيح. هذا اليوم اللي نتمنى احنا نشوفه، المشكله ما عندنا صبر، صعب يا فؤاد، صعب ما عندنا صبر، ما عندنا صبر. فؤاد يتكلم، هل بوصلوا لك رساله ولا تطوير كره قدم عشان بفهم اللي توصل عند؟ لا شوف انا بقول لك مساله انها صعبه، مش صعبه، لا تعطي الجزئيه، لا انا بقول لك لا تقول تصدير ليش يعني تصدير لاعبين، لان ابي لاعب يحترف برا يرجع لي بالسواعد، نشوف لاعبين يلعبون في بطولات مثلا درجه ثانيه درجه ثالثه هولندي مثلا، احنا عندنا مشكله، احنا مشكلتنا وش مشكلتنا؟ مشكلتنا ان خذينا لعيبتنا ونبغاهم يلعبون في درجه اولى في الدوري الاسباني. لا مو كذا، مو كذا، انا تسمح لي اتداخل معك في هالجزئيه. انت كابتن فؤاد رحت لعبت في الصين، هل كان امر انتقالك سهل ولا صعب بذيك الفتره؟ صعب. عندك اولا نادي عقد مسألة الانتقال يقول لك انا ابي هذا اللاعب، عندك جماهير ما تصبر على نتائج، شفنا اللعيبه اللي راحوا اسبانيا الجمهور كان يبي منهم كلهم يطلعون سوبر ستار، طلع من عندك فهد، يحيى، سالم، لا اسمعني، تطور مستواهم على الاقل، ما عندنا صبر. انا بقول لك اللاعبين اللي يلعبون في الفريق الاول خلهم، لا تاخذ منهم ولا واحد، خلهم لناديهم ورئيسهم وجمهورهم. انا اتكلم على الفئات السنيه زي المنتخب اللي حقق كاس اسيا واللي بيلعب مثلا الان بيلعب في كاس العالم في بولندا، هذا انا كسمعه للمملكه وسهل او شيء الجمهور لا اعرفه ولا لعب مع الفريق الاول وده اسوقه واقدر اطلعه برا اللي يلعب. انا هذا اللي اتمناه، اطلع واحد عمره 20، اطلع واحد عمره 17، اطلع صحيح. واحد عمره 18 صغير. هذا اللي حيستثمر، هذا اللي بيفيدني بعد. يا اخي انا بقول لك محمد صلاح ترى يوم يطلع من مصر ترى ما طلع نجم صحيح، تدرب ترى صحيح. ما طلع نجم، مر على اربع انديه لين وصل ليفربول وقدم ما قدمه، حتى في تشيلسي كان يلعب كان احتياط، وقبلها لعب في ايطاليا برضو ولعب في روما لعب سويسرا. ولعب في سويسرا، يعني ما جاء على طول ذب نفسه في فريق صحيح. اول وقال صحيح. انا والله مصري وانا عندي موهبه وانا لا، جلس تقريبا في اوروبا، جلس يدور على الانديه تقريبا ست سنوات. كيف نصدر هالموهبه؟ انا اقول تسويق لاعبين، تصدير اللاعبين في الاعمار الصغيره الكبيره ذي من المسؤول عنها؟ الهيئه، اتحاد الكره، او الانديه نفسها، او المفروض تكون في لجنه جديده. لابد ان تكون في دراسه من الهيئه ويكون في يحط لها مسؤولين ويدرسون الوضع كيف نقدر نصدر من اللاعبين. لا تقرب الفريق الاول، انت جهز لي منتخب قوي ناشئين شباب وخليه يحقق بطولات، واذا بدا يمشي حاول تصدر من الصغار هذولي ولا تروح فريق اول.
روح درجة أولى درجة ثانية، خله هو يطلع، خله هو يتدرج، خل الناس تعرفه من خلال لعبة مش من خلال دعمي أنا. أنا أدعمك إني أوديك مشروع. طيب ليش ما تكون مشروع دولة بس شوف الآن شوف الآن أنا أنا معك، لكن لكن ليش ما تكون مثلا في شركات خاصة تتبنى مثل هذه البرامج؟ دقيقة الحين صالح يقول مشروع دولة، أنا مش جالس أناشد قطاع في الدولة، أنا مش جالس أقروه. طيب أنت الآن أقروه يا أبوي، طيب إن نقول هو مسك الآن نواف دمياط، لا لا بس فئات صغيرة خطأ، لا لا فئات صغيرة خطأ جدا. بالعكس أنا مع الفئات السنية، فئات سنية أقل من 18 تتكلم، لا لا شوف تتكلم على قبل 15 كمبتعث. نعم هذا الخطأ. أنا أشوف بالنسبة لابتعاث السن تحت 12 سنة هذا خاطئ جدا، أولا غياب عن الجانب التربوي، الجانب الاجتماعي، الجانب الأسري. دقيقة، لا ما تروح مع أسرة اخوانه واصدقائه 13 سنه يسافرون. معلش لا 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 بسرته. طيب معلش جيب البيئه واكاديميه داخليه. معلش معلش جيب البيئه اللي انت تشوفها في اوروبا ناجحه وسوها عندك، ما تصلح. لكن الكلام اللي يقول من ال 16 الى 19 الى 20 صح، هذا اللاعب بدا ينضج، بدا يصير عنده عقليه احترافيه تستطيع تاسس عنده. اذا ما تاسس عند اللاعب العقليه الاحترافيه والوعي، للاسف احنا فقط لاعبين يقلدون بس القصات فقط. والتميز الآن في القصة لا، التميز في الاحترافية، في الانضباطية، في النوم المبكر، في التغذية المبكر الجيدة، النادي، أولياء الأمور. هو تدرون نعم معلش هنا المسألة. أنا لما يصير عندي إذا صار عندي بيئة جيدة للعمل إذا لازم تعملها. طيب أي أسهل معلش أي أسهل تبتعث لك 20 لاعب أو 30 لاعب تحت 12 سنة ولا تشتغل على 500 لاعب داخل المملكة؟ أبتعث لا خطأ خطأ هذا خطأ نظرتك أنت، بنظرتك دكتور طبعا هي بنظرتك، بس نظرتي أنا هو الصح. أنا ما أقول نظرتك هذا من حقك أنت، وجهة نظري خلاص. أنا وجهة نظري ما يدك فيها. وأنا وجهة نظري أن إحنا طلعنا عن موضوعنا مرة كبيرة، لكن معلش الفئات السنية، الفئات السنية إذا ما اشتغلت عليها من 6-7 سنوات في أسرته، مع أسرته، مع أخوانه، مع جماعة الرفاق، مع داخل البيت والأسرة والجانب الاجتماعي، لن يستطيع أن يعيش. الناس تروح تدرس دكتوراه وماجستير يا رجال فريق أول. دقيقة دقيقة أنت اختلفت معي، خلني هذا وجهه خلني أقول وجهة نظر عشان بنقفل. أنا الطالب في البكالوريوس يروح مبتعثين ويرجع ما هو قادر يعيش برا، ما يمكن تروح 10 سنوات خارج المملكة. شوف حبيبي عندك لاعبين، عندك لاعبين تنس، لاعبين تنس شوفوا ما شاء الله عيال حقباني اثنين هذاهم برا. لا برا ما هاي ابوه يروح، لا يروح يا سلام يدرس ابوه. طيب انت تتكلم عن ابتعاث بالعائله، ما قلت ابتعاث ولد لوحده. ما في شيء اسمه ابتعاث في العائله، هذا هذا مشروع. شوف هذه كسالفه ممكن تكون يبيلها برنامج، ممكن تكون سهله ويبيلها وقت ويبيلها برنامج، لكن اليه التطبيق يا صالح انا اقول بيئه، ضبط بيئه مثاليه، ضبط بيئه. انا قلت لك سلطان مشروع الدوله، ما قلت لك اجتماع نادي. على فكره صالح ترى هذه ما هي مسؤوليه قطاع واحد، هذه مسؤولية قطاعات أنها تشترك فيها. أنا تتكلم عن تعليم، تتكلم عن رياضة، تتكلم عن شركات خاصة. الشركات الخاصة بدل ما تروح تحط شعار على نادي مثلا، ادعم يا أخي الفئات السنية وكون مشروع بزنس فيهم. أحد بالسلطان نتكلم عن الواقع، ترى الرياضة بزنس والله زي ما قلت. إيه الرياضة بزنس، فلو بنسهم في الموضوع إذا على ديتنا الفريق الأول للأسف ما أخذ كل شيء. الان الفئات السنيه لو يحكون لك اللي يشتغلون الفئات السنيه بتمسك راسك وتقول والله ابتعاث مدام حكومه. اي لا لا صحيح صحيح، البيئه قبل تفكر في ابتعاث ناس. بس شوف بس شوف ترى البيئه اللي يتكلم عنها صالح وفؤاد هي نفس البيئه من 30 سنه ما تغيرت، صح ولا لا؟ صحيح. اذا ما تطورت انتم طلعتوا يا اخي لازم احتراف، انتم من الجيل اللي ما كان في احتراف. جبتوا تحسين مع الدكتور، جبتوا روح وجبتوا لعب. انا بتراجع خطوتين، انا بايد الدكتور احسن بشرط، بشرط ايوه يكون كل نادي مخصص تبع شركه خاص، ما عاد في رجال يجي يطامرك ويكلف ما يكلف، لا خصخصة. شوف تخصيص حلو. نعم انا اقول لك طيب الامور اللي انت تتكلم عنها في وقتكم ما كانت موجوده، وما شاء الله شوف شوف الانجازات اللي جبتوها انت. شوف انا بقول لك انت تبي تطالب الناس تختلف في النفس، ها في الشخصيه تختلف في الشخصيه. لا سلطان انا بقول لك نكون واقعيين، واحنا كلنا عيال قريه ونعرف خيه كلنا. النادي تبي تطبق، تبي تطبق عليه هذا الامور خله لين يحترف، إلين تحترف البيئة كلها، صحيح. وبعدين أنت أطرح عليها الأشياء اللي تبيها. لكن في الوقت هذه أنا أتكلم على الوقت هذا، عندنا الآن إحنا نملك منتخب أعمارهم من 17 إلى 19 سنة قادرين أنهم يحترفون برا، صحيح. فهمت؟ اشتغل عليهم، هذه مسؤولية الدولة ممثلة في الهيئة،
تقدر تسوي خطة، تقدر تسوي كذا. أما مسألة تقولي والله بطور في النادي، بجيب مثلا من أوروبا، بجيب ما أدري وش، لا لا تتعب في نفسك ولا ذا. أول شيء خل الاحتراف يطبق عندك ويصير رسمي، بعدين طالب بالأداء. هذا هذا يمكن الصحيح، لأنه مجرد ما أنت تطبق الاحتراف وترتفع سمعتك وترتفع صيتك تبدأ المتابعة، تبدأ المتابعة عندك. والحديث يطول بهذا الجانب، هذا الحديث يطول، فخلونا نروح نفصل الحديث هذا بفاصل ونرجع بعدين نواصل الحديث. مرحبا السعد يا هاي، مرحبا السعد بكم في الإمارات. Welcome Asian Cup to the حلو. عالم قبل نيوتن كان سحر. لا 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 يوريكا يوريكا. الإنسان بطبعه مايل للأرقام أكثر. الكثافة تساوي الكتلة، وزن التاج على الحجم. عارفين إيش يعني العلامة هذه؟ طاء يساوي كاف في سين أس اثنين. كتلة ذرة ممكن نحولها لطاقة تفجر لك مدينة، عالم مختلف. نور الجمعة 9:50 مساء على الاس بي سي. يلا جاهز؟ جاهز. يلا استمتع في اللحظة، ما اقدر اقول الا كلمة ما شاء الله. يلا على جدة، في الحبلة، في السودة، في الدمام. الراحة تناديني. أقسم بالله من أحلى الأشياء اللي سويتها في حياتي. أقسم. رحال الجمعة 9 مساء على الاس بي سي. يصدر هيكلة العديد من القطاعات في الفترة القادمة، ومن أهمها قطاع الرياضة بشكل قوي جدا، وسيتخصص برامج واضحة وقوية جدا لاستهداف دعم الأنشطة الرياضية، سواء الرياضة بشكل احترافي أو كرة القدم بحكم أنها أهم رياضة للسعوديين، أو الرياضات الأخرى خاصة لتهم الهواة السعوديين في ممارستها في يومهم الطبيعي. هذه بشكل نصب عينينا بشكل قوي جدا، وسوف يتم إعلان عدد من الإجراءات الفترة القادمة. عدة قطاعات أخرى مثل الجانب الثقافي أو الترفيه أو الجانب الرياضي، أعتقد أنها واضحة بشكل كبير جدا، لا من حيث تصنيف السعودية في عديد من المراكز، ولا من حيث النشاطات داخل المملكة العربية السعودية. هناك قفزات فلكية في الثلاث سنوات الماضية، وهذا الشيء بلا شك سوف يستمر. بشكل غير مسبوق من رجل غير مسبوق. فإذا فشلت فالفشل فيني، وإذا نجحت فالفضل الله سبحانه وتعالى ثم لهذا الرجل.
خرافة. إيجا إيجا هولي إيجا إيجا خرافة حقيقة حقيقة. هل فعلا نقدر نزيد سرعة غليان الموية بأنه نضيف لها ملح؟ هل فعلا نقدر نطبخ بيضة في عز الحر هذا؟ هل نقدر نقرأ نصوص عربية ما فيها أي نقاط؟ هل هذه حقيقة ولا خرافة؟ جربها الجمعة 9:30 مساء على الاس بي سي. يا هلا وسهلا فيكم من جديد في استوديو آسيا. جد ترحب بضيوفي معي الكابتن فؤاد أنور، دكتور عبد العزيز الخالد، وأيضا الكابتن صالح الداود وعبد الوهاب الوهيب. أنتقل مباشرة سم أقول النقاش ما شاء الله كان قوي حتى في الفاصل منا بفتك كيف. خلنا نطلع على طول على جدة مع الزملاء عبد الباري الحساني ومصعب السعيد المتواجدين في مقر ميلان ومقر اليوفنتوس. أبدأ معك مصعب في مقر يوفنتوس هالمرة، ما هو الجديد لديك وكيف هي الأجواء الجماهيرية عندك؟ أول شيء أحييك زميلي سلطان، أحيي أيضا ضيوفك الكرام في الاستديو، شكرا لك، شكرا أيضا للجماهير في مدينة جدة. بصراحة أنا دخلت ما بقول بصعوبة، الحمد لله بتنسيق وترتيب، أيضا فريق العمل دخل بسهولة، ولكن كمية الجماهير كبيرة جدا توحي بأن إحنا أمام حدث مرتقب كبير. أنا قبل لا أجي للفندق خليني أبدأ معك في 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 البداية بأني كنت في الملعب في المؤتمر الصحفي اللي يقيم بالتحديد لنادي يوفنتوس، بما أن اليوم أنا ماسك فريق يوفنتوس في المقر، وننقل الصورة لكم يعني بشكل مباشر أول بأول ترقبا للحدث اللي بقي له بكل أمانة أقل من 24 ساعة. ابدا معك من 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 حيث ما انتهى المدرب الجيري، سالته سؤال بسيط جدا، كيف ترى هذه الاجواء وانت يعني في المدينه في مدينه الملك عبد الله الرياضيه في استاد الجوهره؟ هل تعتقد بانك ستغادر هذا الملعب غدا حامل الكاس؟ اخر لقاء بينك وبين ميلان كسبته، اخر 6 لقاءات ايضا كسبتها، ولكن ايضا لا ننسى خسارتك القاسيه في نفس الكاس قبل سنتين. ذكر الأمور تختلف، أنا صحيح لم أهزم في إيطاليا من فترة طويلة، صحيح أن لدي رصيد كبير جدا من الفوز، صحيح أن الصحف الإيطالية تحدثت بأن يوفي يكسب اللقاء بالرهبة وأيضا بلغة الأرقام، ولكن قال حديثي عن 90 دقيقة خارج إيطاليا، ولكن أعتقد سنشعر بأننا بين أهلنا وجماهيرنا وعشاقنا، والدليل بأن التذاكر نفذت من وقت مبكر، الدليل أيضا إضافة إلى ذلك بأن عدد الانتظار في الأشخاص المسجلين لهذه الموقع كبير جدا، ولذلك أمام حدث كبير جدا. قاعدة جماهيرية اليوفنتوس قال يعني بصراحة احنا شعرناها منذ وصولنا في المملكة العربية السعودية، منذ وصولنا في المطار الجماهير كانت متواجدة تترقب الحدث. اليوم حتى قال احنا غادرنا الفندق ومن ثم عدنا من جدة ومن ثم غادرنا المؤتمر الصحفي وما زال عشاق اليوفي في أرجاء الفندق. قال أعتقد بأننا احنا بين أهلنا وبين مشجعينا ولا نشعر بالغربة، وأعتقد 90 دقيقة راح تكون حاسمة وراح تكون فاصلة. أيضا تحدث اللاعب كليني عن نقطة أخرى سلطان خلينا نتكلم عنها، وهي الأجواء. قال أنه كان أحد الصحفيين سأله قال أنه هل شاهدت مواجهة في الكرة السعودية أو شاهدت أي مواجهة على نفس الملعب؟ ذكر بأنه لاحظت بعض اللقطات في مباراة البرازيل والأرجنتين التي أقيمت من فترة قريبة، وأيضا تحدثنا مع زميلنا ديبالا كيف هي أجواء الملعب وكيف هو الحضور وكيف كانت يعني تلك الأيام. ذكر بأن أجواء رائعة مختلفة، وذكر بأن يعني المواجهة كانت ليس بالسهلة، منتخبين كبيرين مثل البرازيل وإيطاليا، عفوا مثل البرازيل والأرجنتين، لعبوا في نفس هذا الملعب من فترة قريبة. إحنا أعتقد قال بأن أمام مواجهة جدا يعني مشوقة أمام يعني بطل كبير جدا مثل ميلان، يملك قاعدة جماهيرية أيضا ليست بالسهلة أيضا في مدينة جدا. نتمنى أن نقدم مباراة جميلة جدا تليق بالكرة السعودية. في نقطة أخيرة حاب أذكرها
لفتت انتباهي لما قائد مثل كليني لعب في عدد كبير من الملاعب في 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 في, في الكرة الأرضية، أيضا لعب مع المنتخب، زار بلدان كثيرة، وتطرق بأن السعودية وملعب الجوهرة وبأن حدث صار قريب هنا، هذا لا شك بأنه يوحي بأن أمام صفحة مختلفة في الكرة السعودية. شكرا للهيئة العامة للرياضة، شكرا أيضا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ الذي يعني بدأ هذه المهمة، واليوم الأمير عبد العزيز بن تركي إن شاء الله يستمر على يعني احنا أعتقد بأننا يعني اختلفت الرؤية الآن بشكل كبير جدا. لا شك بأن الأنظار الآن يعني كلها تترقب الحدث الكبير في مدينة جدة. أتمنى بإذن الله أن نوفق جميعا، ليس فقط عن طريق الإعلام، اليوم أنا في مهمتي وأيضا زملائي هنا من ناحية التنظيم شركة صلة سهلت هذه الأمور، أيضا الهيئة العامة للرياضة يعني كانت متابعة معنا، نتمنى لهم كل التوفيق وأتمنى أيضا نوفق. هذا أبرز الأشياء اللي أنا حاب أذكر لك إياها، إذا كان في عندك أي استفسار أيضا عند زملاء أيضا أو ضيوفك الكرام في الاستوديو فإحنا على رحب الساعة وراح نكون متابعين معاكم يعني في هذا الحدث. الله يعطيك العافية مصعب، نرجع لك أكيد إن شاء الله في أي جديد من عندك. شكرا جزيلا لك مصعب، كنت معنا من مقر اليوفي في جدة. نعم صحيح، الرجلين اختلفا في المسيرة الرياضية في الفترة الماضية مع المستشار تركي آل الشيخ والأمير عبد العزيز بن تركي، لكن الرؤية هي واحدة والارتقاء بالرياضة السعودية هو الهدف بكل تأكيد. انتقل لعبد الباري معنا من مقر الميلان. عبد الباري، ما هو الجديد عندك؟ شكرا لك زميلي سلطان ولضيوفك الكرام في الاستديو. أتواجد في مقر إقامة إس ميلان هنا في جدة، هذا الفريق الذي يستعد غدا لخوض النهائي الكبير الذي سيقام ضد نظيره يوفنتوس. نتحدث عن أجواء المباراة وعن الأجواء الحماسية لعشاق نادي إس ميلان ومشجعيه الذين أتوا من شتى أنحاء المملكة، من الرياض، من جدة، من الدمام، أيضا حتى من الخليج. نتحدث عن المشجعين اللي جوا ويحضروا السوبر اللي راح يكون بكرة. نتحدث أيضا عن كل هذه التفاصيل مع أعضاء مشجعي رابطة نادي إس ميلان. أهلا وسهلا بك أخوي عبد الله القاسمي، ضيفا على قنوات كي إس سبورت. أولا الحمد لله على السلامة، أنتم توكم واصلين عشان جيتوا هنا عشان تتابعون هذه المباراة، وأيضا إلى المقر هنا عشان تتواجدوا مع اللاعبين وتلتقطوا صورة تذكارية، واللي شفناه هنا منكم يعني عشق كبير لهذا النادي. والله فعلا عشق لنادي إس ميلان من 89، وشخصيا مشجع لنادي إس ميلان. رابطة إس ميلان عمان تأسست في 2015، وعدد جماهيري ممتاز، العدد الجماهير من ضمين للرابطة، وفي أعضاء أو جماهير كثيرة لنادي إس ميلان خارج الرابطة. تواجدنا هنا فعلا هي لمباراة السوبر، يعني جماهير قادمة من عمان، من الكويت، من الإمارات، من البحرين، من كل دول الخليج ومن الدول العربية يتواجدون في السعودية في جدة. ونشكر هيئة الرياضة على استقطاب هذه المباراة وهذا الحدث الكبير للتواجد في الشرق الأوسط، تحديدا في المملكة العربية السعودية في جدة. نورتوا السعودية. يعني نتكلم عن عشاق نادي إس ميلان من المحيط إلى الخليج، شعبية طاغية وجارفة، وش السر؟ والله ما في سر، يعني لكل شخص انتماء وعشق. طبعا لما تقول حق شخص أحبك ما تعرف كيف تقول له أحبك، في حاجة تجذبك لهذا الشخص. شخصيا أنا يمكن جذبني لأنه من عشاق اللون الأحمر والأسود، يمكن ألوان الفريقي في البداية اللي جذبتني، لأن أنا بادي أشجع النادي وعمري 9 سنوات، فيمكن هذا الشيء اللي الألوان خلتني أتابع الفريق. فبدأت بعدين أتابع الفريق، مر علي نجوم أجيال ذهبية نادي إس ميلان، يعني من الجيل اللي تابعته أنا من الثمانينات إلى التسعينات للألفية. يمكن في السنوات الأخيرة قلت نجومية بعض اللاعبين اللي يجيبهم النادي، لكن في النهاية التاريخ يبقى ميلان ظل لفترة طويلة، فترة زمنية طويلة، النادي الأكثر تتويجا على مستوى العالم، النادي الثاني بعد ريال مدريد حصولا على لقب الأبطال، عنده 7 سوبر، 18 دوري، عنده 3 كؤوس العالم وكاس الانتركونتيننتال. يعني فريق عريق، فريق تاريخي، من أفضل الفرق في إيطاليا وأفضل الفرق العالمية. تاريخ. نتحدث أكثر عن رابطة المشجعين بناء على الكلام اللي قالوا، نتكلم عن كل هذا التاريخ وكل هذه الإنجازات، لكن حاليا نادي إس ميلان يعاني من فقدان للعناصر الفنية مو بمثل الأول، وش اللي صاير؟ كرة القدم في الفترة الحالية تغيرت بأسباب أمور كثيرة، من أهم نقاطها هي الأمور المادية.
الطفرة الكثيرة اللي قاعد حصلت في أواخر التسعين، تغيرت موازين كرة القدم في أوروبا بشكل عام، فميلان صار يعاني من مشكلة مادية، لكن ميلان عائد إن شاء الله، رغم أن قانون اللعب النظيف حاد هذه النقطة، لكن إن شاء الله عائد ميلان بقوة إن شاء الله. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة غدا إن شاء الله، ونوعد إن شاء الله الجمهور الميلان إن شاء الله ميلان فائز إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق. أيضا نتحدث مع المشجعين اللي جو هنا لالتقاط الصورة التذكارية مع اللاعبين، حياكم. يعني شعبية كبيرة لنادي اسم الله، أنتم جايين من الرياض. من الرياض، يعني جينا من الرياض هنية بس عشان نشجع اس ميلان واليوفي. نعم احنا من عشاق الكالشو ونطمح بوجود فريقين مثل اليوفي ومثل اس ميلان موجودين بارضنا ويلعبون عندنا بالسعوديه. هذا شكر اولا لهيئه الرياضه وشكر لكل المنظمين للبطوله هذه ان شاء الله. نتكلم عن انه السوبر والفرق هذه كنا نشوفها في الخارج وفي التلفزيون، الان هنا في جده في بلدنا. اي نعم، هذا والله العظيم حلم كل مشجع فريق اوروبي او اي فريق خارجي انه يشوف الفريق اللي هو يحبه ويعشقه من طفوله يلعب عنده. صراحه احب اشكر اول شيء هيئه الرياضه وبالاخص مع المستشار تركي آل الشيخ على استضافه. انجاز عظيم، وجود ناديين عملاقين مثل اس ميلان واليوفي بارضنا هنا يلعبون بيننا. يعني احنا نطمح نروح لاوروبا بس عشان نحضر المباراه، كيف هم يجون يمنا؟ يعني هذا يرفع اسم بلدنا وفخر لنا بعد. فعلا والله يهون مشوار من الرياض لجدة، لك يهون انك تشوف فريق ايطالي كبر. اتمنى لكم مشاهده ممتعه. ايضا جانب من المشجعين نتكلم عن رصيد كلا الفريقين في الانجازات بالنسبه لكاس السوبر، 7-7 تعادل، الثامنه لمن غدا؟ طبعا مثل ما نقول يعني لو بتقارن الناديين مثل ما بتقول يوفنتوس هو الطاغي محليا وميلان هو الطاغي اوروبيا. يقال ان الاوروبي افضل من المحلي، فعلى هالاساس تقيس من هو افضل، من هي افضل انديه العالم. اليوم صار السوبر بين فريقين 7-7، وصار الكلام ان اليوفي اليوم افضل من ميلان اليوم، بينما كان الميلان الامس افضل من يوفي الامس. فتعادلت الكفة الى ان نعرف وين راح تفصل. التوقعات تقول ان اليوفي افضل من ميلان، ولكن لو نشوف مباراة الدور الاول في الدوري ترى ميلان قدم شيء ما كان متوقع منه. المباراة كانت على وشك انها حتى تتعادل لو ما كان في بعض الاخطاء. حضورك للمباريات، انت كنت تقول لي ان احضر بشكل كبير لمباريات اس ميلان، انت عاشق ومتابع بشكل كبير. والله شوف كلمة العشق، يعني لما بتقول العشق برجع حق كلمتين من الرياضيين في كرة القدم. اولا اللاعب البرازيلي المشهور ريفالدو قال جمهور ميلان هو اوفى جمهور في العالم. ليش؟ لان ما في ولا جمهور في العالم يصبر على فريقه بهال، يعني على كثر الضربات اللي صادته، على كثر الظروف اللي صادته، ما في ولا جمهور يصبر على فريقه ويشجع فريقه ويتعنى له من مكان لمكان عشان يشوف فريقه. بالنسبه حق كلمه العشق، يقول المعلق القدير عليه سعيد الكعبي، يقول العاشقون لا يغيرون من يعشقون، لا يغيرون معشوقتهم. فميلان معشوقتنا، وميلان هو اساس كره القدم او حب كره القدم كله يكمن في ميلان. لذلك لما نروح ميلان وندخل السانسيرو تحس انك داخل بيتك، انت في النهايه قاعد تشوف بيتك وتروح له وتتعنى له. ممكن في ميلان تحس بالغربه، ولكن من تدخل السانسيرو انت داخل في بيتك بين جمهورك اللي هو يعتبر افضل جمهور بالعالم بلا منازع. اتمنى لكم مشاهده ممتعه غدا، يعطيك العافيه. اذا كان هذا حديث متنوع من بين الجماهير اللي جايه من الخليج، من البحرين، من عمان، من الكويت، ايضا هنا من المملكه العربيه السعوديه، نتحدث عن من الرياض، ايضا من جده، من الدمام، من الطائف، من شتى انحاء المملكه، متابعه لهذا العشق. يعني كل واحد يتكلم مثلا عن اس ميلان، اللي يتكلم عن يوفنتوس، شعبيه طاغيه وجارفه لمتابعي الكره الايطاليه. عبد الباري الحساني، ننتظر منك الجديد، لكن على طاري
مشجع الاخير اللي قابل معك يقول لك صبرنا على مين؟ لا اخبر لك ناس صبروا وزادوا الصبر، جمهور ارسنال الله يعينكم. مصعب السعيد نرجع لك ثاني مره في مقر اليوفي، ما هو الجديد لديك وعند الجماهير المشجعه لسيد العجوز؟ اهلا بك سلطان، برجع بحيث انتهيت يعني من ناحيه ارسنال، ارسنال خلاص يعني اعتقد بعد ما راح وغادر فينجر راح يصبرون من جديد، نتمنى التوفيق طبعا لكل عشاق الكره الاوروبيه ايضا وايضا الكره المحليه. لا شك ان اختلف حتى الدوري السعودي بالنسبه لنا اللاعبين. اليوم لما جيت اتكلم كان معي لقاء مع احد لاعبين ميلان قال انا اعرف لاعب الهلال جوميز، اعتقد انه دوري لديكم يتطور وما الى اخره، فلذلك الحمد لله الكل شعر انه في نهضه كبيره جدا. لا اطل عليك الحديث في جانب مختلف، لكن خلينا نعود من جديد لعشاق فعلا حرصوا انه يحضرون ليس فقط في الملعب، لم تواجدوا اليوم في الفندق بجواري عبد العزيز، حياك الله عبر كي اس اي سبورتس 1. السلام عليكم. حياك الله. كيف حالك؟ الله يخليك، انت اللي طيب حالك. معي عبد الرحمن، حياك الله عبد الرحمن. كيف حالك؟ الله يخليك. طيب ما شاء الله عدد من اللاعبين، ابغاكم تقولوا مين اللي وقع التيشيرت اول شيء حق اليوم. واحد كان المدرب الاجري. طيب حلو. بعدين كان بيانيتش. جميل. وبعدين مين؟ رونالدو. كريستيانو. اهم لاعب بالنسبه لك كريستيانو رونالدو؟ ايوه اهم لاعب لي. ومين بعد؟ وروجاني الدفاع. الدفاع. طيب انت الان تحمل التيشيرت لكن حتى الان ما حصلت على اللقب، كيف تتوقع بكره النتيجه؟ لا ان شاء الله حنفوز 2-0. 2-0 تتوقعها؟ اهم شيء حصلت على التذكره ولا لا؟ لا الحمد لله عندي تذكره. حصلت التذكره؟ الحمد لله. ها عبد الرحمن كيف تتوقعها بكره؟ 2-0 نفس الشيء. 2-0، مين اللي راح يسجل غير كريستيانو؟ اكيد واحد كريستيانو على كلامك. من وينك تنتظر؟ ديبالا واحد مدري. احد ديبالا وكريستيانو. طيب ديبالا وكريستيانو. طيب اخيرا ديبالا لعب على نفس ملعب الجوهره قبل فتره ولكن خسر مع منتخب بلاده، اتوقع انه تكرر خساره لديبالا؟ ان شاء الله مع رونالدو مع فريق كويس، لا ان شاء الله حنفوز. طيب انت حضرت اي مباراه خارج المملكه العربيه السعوديه؟ مباراه اوروبيه المعنى؟ حضرت في لندن تشيلسي ضد ارسنال. الاف اي كاب فاينل. اوه طيب ها في فرق الحين بالنسبة لك يعني ما لا أرسنال ولا تشيلسي اليوم؟ لا جمهور حق جدة إن شاء الله يكون أحسن جمهور. طيب اليوم السوبر الإيطالي اختصر كل المسافات، لا تروح المطار لا تطلع تأشيرة، اليوم جنبك هنا، كيف ترى هذه المبادرة؟ الحمد لله والله نعمة إن شاء الله. طيب لو قالوا لك عطنا فريقين تتمنى يلعبون على 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 ملعب الجوهرة في فترة من الفترات، إيش راح تختار؟ مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. وأنت عاشق دوري إنجليزي ها؟ مين؟ ريال مدريد وبرشلونة. وعشق دوري اسباني. واليوم احنا باقينا اقل من 24 ساعه على كلاسيكو ايضا كبير جدا مثل اليوفي واسم ميلان، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله بكره مباراه ممتعه ان شاء الله. يفوز اسم ميلان؟ لا ايوه كذا ركز معي. هاي يفوز اليوفي؟ ايوه اليوفي ان شاء الله. يلا نتمنى لك التوفيق، يعطيكم العافيه. كان معي عشاق اليوفي عشاق السيد العجوز، بكل امانه يعني انا اعتقد انه احد اكبر الاحداث اللي نتمنى ان شاء الله ان تواصل المسيره هيئه الرياضه بانه نشاهد احداث ايضا مختلفه، ما نبغى نسمع الان، نبغى كذا نفاجئ الجماهير. اليوم واحد من الجماهير جالس يقول لي قبل لا نطلع الهواء قال يا اخي العزيز يعني فرق لما انا اروح واطلع تاشيره واطلع تذكره واجمع مبالغ واروح هناك للسانسير وادخل واجواء مختلفه، اليوم هنا بين ارضي وبين جماهير، لكن الحمد لله يقول اني حصلت التذكره وكان الامر سهل. ان شاء الله غدا نظهر في نفس هذا التوقيت ان شاء الله، واحنا فرحانين بانجاز كبير من ناحيه التنظيم ولا ناحيه الكره عاد بارض الطليان، نتكلم بين اسي ميلان واليوفي، لكن نتمنى ان هذا الحدث يكون ان شاء الله نقله نوعيه من ناحيه ايضا التنظيم والعمل القائم. يعني بكل امانه النقطه الاخيره اللي حاب اذكرها اخي سلطان بان كل ما يقام هنا بايادي السعوديه تنظيم وايضا اداره، نتمنى التوفيق فقط لغير، وان نقدم ايضا احنا وزملائنا عبر شاشه قنوات كي اس اي سبورتس عملا يرضي المشاهد، ليس فقط عملا بسيط، عمل يرضي ذائقه المشاهد. كل التوفيق لك غدا باذن الله، راح نكون معكم صوتا وصوره ومتابعه للكاس السوبر الايطالي بين يوفنتوس واسي ميلان. سعيد وشكرا ايضا لعبد الباري الحساني على هذه التغطيه اللي كانت من جده على الهواء مباشره. نذكركم ان غدا ان شاء الله حصريا على قنوات كي اس اي سبورت الرياضيه بيكون في تغطيه خاصه لهذه المباراه في السوبر الايطالي ما بين يوفنتوس وميلان، وبيكون في الاستوديو التحليلي ان شاء الله زميل طارق الحماد، ومع كل لقاء ومع كل شخص يطلع يعطيني فؤاد انور كتف قانوني يقول لي شفت ما قلت لك يوفي شباب وميلان شيبان. انتصرت علينا اجل كلهم عين الدراسه. طيب عبد الوهاب قبل ما ننتقل للمحور التالي خلنا بسالك اجابات سريعه، بكره يوفي ولا ميلان؟ اترك الامنيات اعرف افك تبي يوفنتوس. لا اليوفي توقع ما
اليوفي اليوفي خالصين. خالصين كابتن فؤاد مين صور اليوم؟ حسسني انه هو جالس في مدرجات هو اللي بيدرب بكره انت ما شفتها؟ لا شايف شايف يا عمي. طيب 2-0 بكره اليوفي. اليوفي كابتن صالح والله 1-0 اليوفي. انا اقول بلنتيات. بلنتيات. شوف اذا راحت بلنتيات معناته ميلان فايز. انا اقول بلنتيات تاريخيا. صح في دبي ترى شوف تاريخيا بلنتيات في دبي العام او قبل عام انتهت بلنتيات فاز ميلان اعتقد. ميلان لا هي شوف ثمان نهائيات. شوف هي ثمان نهائيات جمعت الميلان ويوفي في كل البطولات المختلفه. ثلاثه منها فاز الميلان كانت كلها بركات. توقعت كنت سلطان انا عشان كذا قال بلنتيات. لا لا والله انا لا انا اعرف الكره الايطاليه الدفاع لذلك توقعاتك. انا شجعت الميلان بصراحه مالي في الاثنين وافقهم. توقعات قلتها توقعات ميلان يشجع ميلان هم كل شوي كل ما اعطيتها كتف رجع لي بال ها شفت شلون. لا بكره انا اتوقع والله الغشيان هرب. يوفي 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 ديبالا ورونالدو مانزوكيتش. مصيبه مصيبه. منتخب السعودي 48 ساعه لمواجهته الاخيره في دور المجموعات امام قطر، مباراه فقط لتحديد المركز ومن سنقابل في دور 16. ما هي آخر استعدادات المنتخب في هذا التقرير؟ الفني للمنتخب الوطني الأول خوان أنطونيو بيتزي مؤتمرا صحفيا في 5:15 من مساء غد الأربعاء في قاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد مدينة زايد الرياضية، والذي سيحتضن التدريب الرسمي للأخضر في 6:00 من اليوم نفسه استعدادا لمواجهة قطر بعد غد الخميس في ختام دور المجموعات في كأس آسيا 2019. وواصل المنتخب الوطني تحضيراته اليوم الثلاثاء في استاد القوات المسلحة بأبوظبي بحصة تدريبية شارك فيها المدافع ياسر الشهراني بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لاكتمال جاهزيته من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كوريا الشمالية خلال الجولة الأولى من البطولة. وركز المدير الفني خوان بيتزي خلال التدريب على الكرات العرضية والتسديد على المرمى قبل أن يقوم بتقييم اللاعبين إلى مجموعتين أدت مناورة على منتصف الملعب. وعلى صعيد متصل وصل المدافع هوساوي تمارينه الخاصة على فترتين ما بين النادي الصحي والملعب، ويواصل الأخضر غدا الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الدمام تحضيرا لمونديال الشباب الذي تقام منافساته شهر مايو المقبل. مباريات اليوم اللي كانت في الجولة الأخيرة من المجموعات في دوري أو في كأس آسيا المقام في الإمارات لعام 2019. اليوم أستراليا انتصرت على سوريا 3-2، بينما تعادلت فلسطين سلبيا مع منتخب الأردن، بذلك سوريا تنهي آمالها أو تنتهي آمالها في التأهل إلى الدور المقبل كثالث على الأقل، حتى كثالث. فلسطين لها أمل. فلسطين لها أمل. سوريا رابع وطلعت خلاص. خلنا نبدأ معك دكتور، النتائج هل هي منطقية؟ نظام البطولة يمكن كان في اعتراضات أو اختلافات أنه أفضل ثالث حتى تضعف البطولة في الدور 16. ما تقدر ما دام المجموعة لا بد أن تكون بهذا الشكل، لازم تأخذ ثوالث. لكنه طبعا هي سلاح ذو حدين، يعني هو الهدف من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي كذلك أن استقطاب منتخبات أقل إمكانات حتى تحفزهم للعمل الفني والتطوير كرة القدم في البلاد اللي عندها تأخر يعني في الجانب الفني. هذا الهدف الرئيس من أن تشارك 24 منتخب. ولا بس عشان نوضح للناس، ترى في 2015 كانت 20 منتخب. أي كان المفروض يعني أنت لما 16 مثلا حتلقى المباريات كلها قوية، لما يعني تشوف مثلا اليمن أو فلسطين أو تايلاند أو الفلبين رغم أنهم قدموا مباريات ممتازة وأداء جيد، لكن بشكل عام البطولة كل ما حصرت العدد حيكون أقوى فنيا. لكن عشان تنشر اللعبة وتحفز المنتخبات الأخرى ترفع مستواها وتطور كرة القدم، هذا هدف من أهداف الاتحاد الدولي. حتى في أوروبا نفس الحكاية، أصبح يزيدون أعداد سواء على مستوى الأندية صار دوري أي أو نعم، عشان تعطي فرصة الآن تحفيز يعني مثل اليمن الآن أو فلسطين أو الأردن أو تايلاند أو الفلبين أو الهند
بالتأكيد في البطولة القادمة يكون أفضل وأفضل، لأنه الآن في تحفيز، طلعت نافست قدمت مباريات جيدة، لو طورت نفسي ورفعت مستوى الفني حكون بشكل أفضل. أنا أشوف أنها سياسة جيدة يعني. طيب إحنا جالسين الآن نشاهد أهداف مباراة أستراليا وسوريا، ليش دائما سوريا في آخر الدقائق ما تخسر، خاصة أمام أستراليا؟ لا تشوف حصلت في تصفية كأس العالم وحصلت الآن برضه. سوريا اليوم حصلت على ركلة جزاء صراحة خيالية، اثنين من اللاعب السوري تصادموا وحسب بلنتي لهم، جاهم عطاهم حظ او عطاهم فرصه للحكم يوصل العوده. اي لكن منتخب سوريا ولهم بلنتي بعد في لمسه يد بعد على لاعب من نعم انا اقول لك اعطاهم في وقت كانهم بحاجه التعادل. بس في مشكله منتخب سوريا، منتخب سوريا عنده مشكله فنيه في الوسط، خلي يكمل عنده مشكله فريق الفني. مكشوف فريق يقدر اي منتخب يصل الى مرماه، فريق عنده لعيبه صراحه لو تعد الاسماء الموجوده لعيبه عندها خبره ولعيبه عندها مشاركات سابقة ولعيبة تلعب في دوريات يعني متطورة، ولكن كتوليفة منتخب أعتقد اللاعب الخربين في تصريحه ألمح إلى أشياء ممكن تكون يعني سبب في عدم ظهور هذا المنتخب بشكل قوي. هو لمح لكن ما قال. فهمت أنهم جابروا مدرب ما هو قد اللي بدأ معهم أول مباراة. نعم. طيب عبد الوهاب كنت عندك جزئية بتدخل فيها. إيه أنا شفت المباراة، واضح أنه الجزء الأخير من المنتخب السوري المحور والدفاع ما فيه، ما عندهم الإمكانيات اللي تواكب إمكانيات المهاجمين وصناع اللعب، يعني في جاب كبير. ثلاثة أو أربعة جيدين على مستوى. نعم في المقدمة في لاعبين مميزين، لكن في الخلف كانوا اللاعبين مستواهم عادي، ولذلك أتوقع النتيجة كانت معقولة يعني. لا فاز حتى لا فاز على فلسطين ولا فاز على. إيه لا ما فاز كل مبارياته ما فاز، تعادل فقط مع فلسطين، وبالتالي. هذا مستوى المنتخب السوري مكانه الطبيعي المركز الرابع. كنت أتوقع أن المنتخب السوري عطفا على نتائجه في بطولات سابقة أنه ينافس على زعامة المجموعة وهو قادر على المنافسة، لكن حسب المستوى اللي شفتهم في مباراة اليوم كان يستحقون الخسارة يعني. وأتوقع هل هذا هو أستراليا اللي احنا نتابعه في السنوات الماضية؟ والله شوف أنا بقول لك في المجموعة الفريقين اللي كانوا غير مقنعين أستراليا وسوريا، يعني حتى الفريق الاسترالي يعني مستوياته الى الان غير مقنع. وين بيوصل؟ لا شوف انا بقول لك الفرق احيانا زي تبدأ الفرق بضعف. زي بالفرق هذه احيانا تولد يعني تولد داخل جوا البطوله، يعني تخيل اللي ما ظهرت فرق ما ظهرت مستوياتها في 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 الادوار الاولى في دور 16 قد تشوف فرق تنهض نهضة قوية، وهذا المتوقع يعني. لكن أنا زي مثلا الفريق السوري فريق غير منظم صراحة، فريق عنده لاعبين وعنده وعنده وعنده. أنت تخيل أنت تملك أفضل اثنين كانوا يلعبون في أفضل دوري وكانوا يلعبون في أفضل فرق في المملكة، واحد منهم له ثلاث سنوات ويطلع الهداف، يا الهداف يا الثاني، والثاني أفضل لاعب آسيوي. يعني تخيل هذا الفريق. احنا اللي كنا نشتكي ان ما عندنا هجوم كمنتخب سعودي، ان مسجلين اكثر من صحيح. من اللاعبين هذول مثلا زي عمر السومان، انا اعتبره افضل راس حربه عربي، ثلاث لعيبه يكون هو يا الاول عليهم يا الثاني. ما تدري وش اللي مش هذا اللعب اللي هي توليفه، يمكن يفتقدون لصانع لعب مميز. لا في جانب انا برايي، انا في رايي طبعا التغيير الفني ما كان موفق يعني. المدرب واضح انه حتى شخصيته صار فيه بدايه مع الكابتنيه وما الكابتنيه، هذه برضو بدايه غير موفقه انا في رايي. وش المشكله لو صار عمر هو الكابتن؟ يعني ما اشوفهم فيها مشكله. وش التغيير اللي بتحدثه انت؟ الـ 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 هو انت كمدرب هذا الامر وش ياثر فيه؟ لا لا انا ما اسويها، لو سويت مستحيل. لا لا هذا وش انعكاسه، وش تاثيره؟ تأثير الكابتن اذا كان مثلا يعني عمر اشوفها كابتن، الناس يقولون انها قماشه في الكتف. لا 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 برضو اسمه الكابتن. لا اهميه الكابتن، انت لازم تختار الكابتن المناسب لشخصيه او قياديه، نموذج للاعبين في انضباطه في ادائه الفني في روحه في كل شيء، في جوانب كثير عشان تختار الكابتن. مو شرط انه افضل لاعب، مو شرط انه لاعب متميز مثلا فنيا او قديم تاخذ او اقدم، لازم تاخذ المناسب. لكن انا الخطا في التغيير، يعني الهدف من التغيير قبل المباراه دائما التغيير الفني، اللاعبين يريدون ان يثبتون ان الخلل في المدرب السابق وليس فيهم. المدرب ما بدا البدايه جيده في العلاقه مع اللاعبين. التغيير في الكابتنيه سوى شويه ربكه يعني كان ترك ان اللاعبين صرح انها برغبه السوق.
حتى لو إيه أدى كم رغبة السومة كيف عرض عليه وليش المستحيل لكن هو طبعا هذا أخلاق السومة أخلاق عمر بالمناسبة هو لاعب متميز جدا مثل ما قال الكابتن فؤاد صحيح فنيا وحتى على مستوى الأخلاق يعني رجل من الأردن ودي أتكلم على الأردن وفلسطين دكتور بس أنا بتكلم بس دقيقة عن سوريا المنتخب السوري حتى لو المدرب أخطأ هناك لاعبين على مستوى عالي المفروض يشيلون الفريق يشيلون الفريق يعني أنا بقول لك أحياناً لما يكون في لاعبين صغار ممكن يأثر عليهم لكن لما يكون في لاعبين كبار لهم الحين يلعبون 12 سنة إلى 13 سنة ويلعبون في أندية كبيرة ولهم أسماء كبيرة هذول اللي تعول عليهم أحياناً تعول عليهم حتى لو ما عندك مدرب يعني قد اللاعبين يشيلون اللاعبين يشيلون الفريق قول عن فلسطين والأردن أنا شفت اليوم برضو يعني لعبت فلسطين يعني يشعرون ما يلعبون فقط انه يبغى ينتصر لنفسه عنده قضيه وهذا الشيء اللي شفته في اللاعب الفلسطين واجتهادهم نعرف ظروفهم لا دوريات ولا ملاعب ولا احتراف ولا يعني لكن يوصلون رساله واستغلوا هذه البطوله بصراحه بانهم يوصلون رسالتهم بانهم يكونون يعني لهم حظوظ كبير جدا في التاهل فانا اشكر لعيبه فلسطين رغم الظروف رغم هذا المصاعب لانهم قاعد يقدمون انفسهم بشكل جيد نذكركم بس الظروف بجيك بس خلينا نذكر الناس بمباريات الغد في كاس اسيا 2019 المقامه حاليا في الامارات ومباريات لا تقل اهميه في تحديد ايضا المراكز للمتاهلين كوريا الجنوبيه مع الصين وقرغستان مع الفلبين تفضل يا دكتور لا هي قضية الجانب الراحة يعني أنا أشوف المنتخب السوري عنده نفس المشكلة في البلد يعني الجانب السياسي والترفيه في الدوريات معليش لكن مهما كان الوضع البلد ينعكس على اللاعبين وهذه أيضا مجموعة إيران والعراق هذه مباراة كسر عظم هذه غير أنها كسر عظم بعد بتحدد لك الصاحب مركز الأول والثاني بحيث المنتخبنا لو كان في أول مجموعته بيلعب مع مباراة ثقيلة ثاني صراحة هذه المجموعة وإذا كنا ثاني مجموعتنا بنلعب في مع أول مجموعة اللي أمس كان نقاش في هالجانب بالذات وهي ما هي أنت لو مدرب المنتخب أنا ما وش بكون تفكيرك ما أفكر من ربع ساعة من المباراة اللي تحدد وش أنا يهمني ما يهمني ولا أنقل إحساس للاعبين وقلناها أمس في البرنامج أمس في حلقة أمس لأن الزملاء قالوا من تتمنى تقابل قلت بالنسبة لنا ما أنا ما عندي مشكلة مع أي ولا أحس اللاعبين أني أنا أتمنى يجيني الفريق هذا أو هذا لا أنا مستعد لأي فريق يجينا المنتخب السعودي قادر إذا كان هناك واقعية هناك تنظيم هناك عمل فني هناك روح عالية هناك جانب وطني كبير عند اللاعبين بغض النظر من اللي بيجينا الفريق أي منتخب المنتخب السعودي جاهز هذه العقلية المفروض إيه لن تحققها إذا كسبت حتى الأقوياء فبالتالي لا تحدد من بتقابل افترض أنك تفكر في البطولة أنك تكسب وفقط بكرة بتوضح لنا برضو الصورة الحقيقية بالنسبة لي بعض المنتخبات اللي أنا متردد شوي في كوريا الجنوبية أيوة. أشوفهم يتصاعدون بكرة بشوف اليابان بشوف الفرق الشرق آسيا مع بعض كيف الصين في اختبارها الحقيقي يا سلام ايران انا بالنسبه لايران لا ايران فريق قوي ثابت مستواه صراحه فريق قوي جدا نعم فريق قوي العراق مجتهدين العراق يعني. بالنسبه للمجتهدين ما اقدر اقارنهم بايران اطلاقا كمستوى فني اليوم ايضا اقيمت مباريات ضمن الدور 32 كاس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في عده مدن الخليج اليوم خسر من الفيصلي بهدفين مقابل هدف التقدم تاهل للدور المقبل بعد انتصاره على احد بهدفين مقابل لا شيء النصر ايضا اليوم انتصر على الانصار بخمسه اهداف مقابل لا شيء في اولى المباريات التي اقيمت على استاد الملك فهد الدولي بعد انتهاء اعمال الصيانه وجه ايضا التي ما انتهت فعليا انتهت بس والله كان منظر الملعب لا مو مشكله المنظر ما عندي مشكله في المنظر عندي مشكله في خطور على اللاعبين صحيح يعني النجوم يكلفونك ملايين وتلعب على أرضية ممكن تسوي لك مشاكل صراحة رسالة لهيئة الرياضة يجب إصلاح الملعب لا يلعب عليه لا يلعب عليه لا لا مو بإصلاح أعطونا من المتسبب في الكارثة ذي لا مو أنت تقولون الزراعة الشتوية هذا موضوع ثاني هذا ملعب هذا ملعب بالله لا حرام اليوم صراحة يعني أنا ما احترامي صالح صراحة ما احترامي صالح كان أنا أشوف أنه قرار خاطئ أن يقام عليها سباق للسيارات أنا في رأيي
أنا أشوف أنه خطأ، لأن هذا استاد مخصص لكرة القدم، بالإمكانك تنشئ استاد للسباقات لكن ملعب حرام. لا لا لا، شوف أنا مسألة أنه يلعب عليه، شوف أنه ملعب أنه يكون فيه عليه فعاليات أخرى أنا ما عندي مشكلة فيه، لأن إحنا ما عندنا ملعب واحد في الرياض. لا لا، ليش أكثر من ملعب عليه؟ طيب مباراة مباراة مثل مباراة الأنصار قد يمكن أنك أنت تلعبها في ملعب أو يكون استاد الأمير فيصل بن فهد جاهز. والله يا اخي الملعب المفروض أو ان الارضيه تكون حسب الجدوله مثل ما قال صالح. لا لا، مثل ما قال صالح حسب الجدوله انها تقام على عليها او حسب الجدوله يعرف من المتسبب في هذا الملعب. في نقطه بس معلش معلش كابتن فؤاد، انت تقول المفروض ما يقام عليها فعاليات، صح؟ صحيح. شفت الفعاليات اللي لعبت على الجوهره وشفت اول مباراه عقبها شلون كان الارضيه سليمه؟ لا زالت بس سليمه. لا لا لا، لا زالت. ليست بنفس المنظر. لا 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 زالت. لا ليست بنفس المنظر. انا مع احترامي شوف الملعب اللي الملعب الملعب مكسور مكسور عليه فعاليات. صحيح. معلش ما بس ما اضح انا معلش انا بالنسبه لي اخذ وقت في الصيانه اخذ وقت. انا عندي ثلاث بحاول انا عندي نقطه بس دكتور تسمح لي، اذا الملعب مو بجاهز ليش النصر ما يلعب على ناديه؟ مو الشباب لعب مباريتين على النادي. نعم صح يا اخي، انا بقول لك ترى المواقف، يقول لك المواقف ما على يا اخي، انا بقول اسمعني 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 صالح صالح، انا بقول مباراه الانصار ملعب نادي، اسمعني صالح، الجمهور اللي بيجي في المباراه حيجي جمهور ما هي بمباراته. يعني الشيء الثاني، قد لعب على ملعب النصر بمباريات صغيره، المباريات الوديه لما يلعبها النصر. انا بقول لك رئيس النادي طالب بفؤاد انه يلعب على الملعب. طيب انا اقول يا اخي، انتم تشوفون ولا ما تشوفون؟ انتم يوم شفتوا الملعب زي كذا ليش تحرجون نفسكم قدام الجمهور وقدام الناس وقدام الاعلام؟ الشباب لعب مباريتين في ناديه من احلى ما يكون، النصر لو لعب من احلى ما يكون. وطلب الان رئيس النصر، ترى المساحه اللي موجوده، المساحه بالنسبه للسيارات اللي موجوده في ملعب النصر ازين من ملعب الشباب. طيب اليوم انت عارف طيب الجمهور، خلينا نتجاوز على هذه النقطه. أبو الوقت في مساحة. الوقت بدا يداهمنا. اليوم التقى سمو الامير عبد العزيز بن تركي ال فيصل رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للرياضه برؤساء انديه الدوري كاس الامير محمد بن سلمان المحترفين في جده. طلع سموه خلال اللقاء على تقارير الانديه وابرز العوائق التي تواجهها مع وضع الحلول المناسبه بما يسهم في تطوير الانديه السعوديه في كافه الجوانب. عبد الوهاب، ايش ممكن تكون ابرز الملفات اللي طرحت على هذه الطاوله؟ والله ما ادري، انا بالنسبه لي اتصور انه فيها لا ما ادري ما عطني لا انا ما ادري المفترض لا انا عندك انا عقلي من المفترض إيه؟ علمني انا ما قلت لك وش صار قلت لك ايش المفترض انه يكون موجود لا لا انا موجود هنا لكن المفترض انا عارف انك هنا المفترض مثل الاجتماعات تكون قبل يعني قبل فتره لاخذ اراء رؤساء الانديه حول مشاركه المنتخب وتوقف المسابقات اثناء مشاركه المنتخب. هذا جانب، هذا المفروض يؤخذ راي الانديه فيه. طيب. هذا نقطه. النقطه الثانيه، عدد اللاعبين الاجانب في الموسم المقبل، هل سيقلص ام سيظل كما هو؟ انا اتصور انها ممكن نوقشت هذه. ايش ابرز الملفات اللي المفروض تكون موجوده على الطاوله اليوم؟ رقم واحد عدد اللاعبين. ايوه. رقم اثنين الدعم اللي كانت موعودة فيه الأندية من قبل معالي المستشار، هل حيستمر أو جميل؟ نفس الحكاية، هذه أقرب ملفين، اللاعبين والجانب المالي. اللاعبين والجانب المالي. صالح، الأمور أكيد أنها مالية، خصوصا أنه طبعا في وعود، وأنا متأكد أن الوعود ما زالت مستمرة في دعم الأندية لنهاية الموسم، لكن هو اجتماع لابد يكون بين رئيس الهيئه والانديه. وانا شفنا خطوه ممتازه يعني، هي خطوه ممتازه. بعض الانديه، تخيل بعض الانديه عليها تهديد في عقوبه في قضايا خارجيه. طيب يعني يا جماعه الخير ما صدقنا على الله قفلنا هالملف. لا ما مداهم، اذا هذه ترى مو مشكله الهيئه، هذه مشكله الانديه وادارتها. اذا انت والله تصفر الديون في بدايه الموسم وتجيني بعد 4 شهور تقول لي انا عندي ديون وعندي قضايا، فهذه مشكله اداره مش مشكله هيئه ولا مشكله دعم. لا بس الهيئه بتقول انت يا ابو عقوبات زي الموسم اللي راح. طبعا يبغى دعم الأندية عشان الدرعية، كل هالكلام يبغى دعم عشان الدرعية. الدرعية يستاهل، الدرعية ملفهم الدرعية ملفهم في الدرجلة الحين. والله يستاهلوا. شكرا لك دكتور عبد العزيز، يعطيك العافية. شكرا لك كابتن صالح، شكرا لك عبد الوهاب، يعطيك العافية. شكرا لك كابتن فؤاد، شكرا سلطان. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا، غدا إن شاء الله المتعة في كأس السوبر الإيطالية باستوديو تحليلي وتغطية مميزة إن شاء الله على قنوات كي سي سبورت الرياضية، وحنا نلقاكم إن شاء الله غدا في نفس الوقت 10 مساء. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله. Ya hisha an, ya hisha an.
أرضي بيرضي.